تفجيرات انتحارية جديدة في القاع. وصلنا انتحاري تكفيري قبل ما يوصل، واحد من بعيد فجر حاله. لا شهداء في تفجيرات الليل، والجرحى يروون ما حصل. اسمه رياس، شوفوه بدرج، اجى من ورا الدرج حامل شنطة على ظهره وركض صوبنا. لكل تفجير إرهابيوه وأبطاله. مخطط الانتحاريين الأربعة، القاع، البداية والنهاية. صباح الخير، أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. القاع من سواد الفجر إلى سواد الليل. أربعة انتحاريين جدد نفذوا عمليات إرهابية قرب كنيسة البلدة، فيما كان الأهالي يتجمعون تحضيرا لمراسم تشييع ضحايا التفجيرات الأولى. ليل القاع تسلل إليه الإرهاب بارتياح، وبدا وكأن المخطط الأكبر هو أكبر من تفجير، ما حتم استنفارا استثنائيا للجيش والشعب والمقاومة عند كل المسارب الحدودية. وقد استخدم الجيش تعزيزات إضافية وينفذ عملية انتشار واسعة، بعدما باشرت وحداته منذ ليل أمس تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البلدة ومحيطها، وذلك بحثا عن أشخاص مشبوهين. البداية إذن من القاع، حيث ينضم إلينا آدم شمس الدين ليضعنا في أبرز التطورات. آدم صباح الخير، كيف كان صباح القاع اليوم؟ نعم كلارا، يعني صباح القاع مختلف بشكل كبير عن ليله. هذه هي النقطة الأقرب التي سمح لنا الدول الأمنية بالتواجد فيها، علما أننا تمكنا ليلة أمس من الدخول إلى داخل البلدة وتحديدا إلى مكان يعني حصول التفجيرات الانتحارية، حتى تمكنا من تصوير ما تبقى من يعني من أشلاء ومن جثث الانتحاريين الأربعة. يعني هذه المعلومة، يعني هذه المعلومة باتت مؤكدة، أن هناك أربعة انتحاريين الذين نفذوا تفجيرات البلدة البارحة، والحصيلة كما بات معروفا من الجرحى هي 10 جرحى. في التفاصيل، أن الانتحاري الأول رمى قنبلة بالقرب من باحة الكنيسة في بلدة القاع بعد أن حاول تفجير نفسه، وعندما فشل في ذلك يعني رمى قنبلة يدوية وهرب إلى أحد الأزقة في البلدة وبعد ذلك فجر نفسه. فيما يتعلق بالانتحاريين الآخرين، يعني تتضارب المعلومات حول إذا ما كانوا قد فجروا أنفسهم عمدا أم أنهم قتلوا أثناء محاولتهم فعل ذلك. التعزيزات الأمنية في بلدة القاع تستمر يعني بالوصول حتى هذه اللحظة. شاهدنا استنفارا أمنيا كبيرا في المنطقة البارحة، سواء من فوج المجوقل أو من وحدات الجيش اللبناني وحتى من أهالي القرية. يعني شاهدنا أسلحة متنوعة على يعني بكافة الأسلحة استخدمها أهالي القرية، أهالي البلدة في القاع، حتى أنهم يعني استعانوا ببنادق الصيد وبكل ما توفر لهم من أسلحة متواجدة في منازلهم. نشاهد في هذه الأثناء وصول تعزيزات أخرى للجيش اللبناني أيضا. يعني بالإضافة إلى القوى الأمنية التي وصلت إلى بلدة القاع، كان هناك تواجد حزبي، سواء عناصر أمنية تابعة لحزب الله ولحزب القومي السوري الاجتماعي، وأيضا من اللجان الشعبية، إضافة كما ذكرنا سابقا من الأهالي الذين استخدموا أو الذين استعانوا بالأسلحة المتواجدة أصلا في منازلهم. كان هناك الكثير من الحذر بالتعامل مع
التعامل مع المواقع حيث جرت التفجيرات الانتحارية البارحة، حتى أننا تمكنا من تصوير بعض القنابل اليدوية التي كان يحملها الانتحاريون ولم يتمكنوا من تفجيرها. المباحث الجنائية لم تصل إلى بلدة القاع البارحة إلا عند الساعة 3 من بعد منتصف الليل، وعلمنا الآن أنها أزالت كل ما تبقى من الأشلاء ومن الأدلة ومن بقايا الانتحاريين، سواء من الأشلاء أو من القنابل اليدوية التي لم يتمكنوا من تفجيرها. هذه هي الأجواء في بلدة القاع حاليا. نحن ننتظر المزيد من التفاصيل الصادرة عن القوى الأمنية، وطبعا الاطلاع على أحوال الجرحى، سواء الحريجة منهم أو الذين تمكنوا حتى من الخروج من المستشفيات بعد أن تعرضوا إلى جروح طفيفة. هذه الأجواء في بلدة القاع تحديدا. سنحاول الوصول إلى داخل مكان التفجيرات الأربعة، ولكن علينا أن نصغ ذلك مع القوى الأمنية التي لازالت حتى الآن تضرب طوقا أمنيا حول البلدة منيعة أي أحد من الدخول. كلارا. نعم أدم، طبعا سنكون معك في رسائل متتالية في هذا النهار، على أمل أن يكون هذا النهار آمنا حتى الساعة. إذن أدم شمس الدين كنت معنا مباشرة من القاع، شكرا لك. كيف كان ليل القاع بعد التفجيرات الإرهابية؟ عند 10:30 من ليل أمس، وبينما كانت بلدة القاع منهمكة في حزنها على شهداء الفجر، تسلل إرهابيون بأحزمتهم الناسفة، بعضهم على دراجة نارية، قاصدين تجمعا للأهالي قرب كنيسة البلدة. فجروا حقدهم على باب الكنيسة وأمام البلدية وقرب مغفر القاع، فيما سمع صوت تفجير خامس لم تتضح أسبابه. كنا أخذين حيطة وحجر قدام البيت هوني، قوسنا انتحاري تكفيري قبل ما يوصل، واحد من بعيد فجر حاله. هي الساعة كانت؟ وما في بحدود 10:30-11 إلا. هلأ هاو اللي هاو؟ هي هاو هلأ. 10:30 بالليل. هي 10:30 بالليل. واحد قوسنا اللي هي جتته اللي هون مبينة إذا صورتها، واللي فجر حاله قبل ما يوصل كمان الراس تبعها. بنت هذيك، بنت هذيك هذيك شعر بنت. الجرحى الذين أصيبوا في التفجيرات الانتحارية قدموا روايتهم لما شاهدوه. كنا واقفين قدام الكنيسة، بيجوا بكبوا قنبلة أول شيء، تضرب بإيدي ونزل على الأرض تنفجر، بيرجعوا بينزلوا الانتحارية وبيركضوا بصيروا فجروا حالهم. مين فيهم؟ ما بقى وعيت على شيء. أنتم كنتوا عم تحرسوا الضيعة؟ وبرا شيء طلع انفجارات، ما عدنا وعينا وين انفجارات عم تطلع، وين انتحاريين وين عم يجوا بكل الميلات. غريب كيف فاتوا علينا من ورا الكنيسة. هذا مش عم نفهمه، هل يا ترى مخبيين بالكنيسة؟ ورا الكنيسة اجوا. ورا الكنيسة اجوا، اجى علينا من درج الكنيسة، كنيسة مارياس، شوفوها بدرج، اجى من ورا الدرج حامل شنطة على ظهره وركض صوبنا. وقت الفجر القنبلة صارت الإصابات كثير قوية بالأرض بالشباب، شي 4-5 تلقحوا بأول قنبلة. بعدين هود الإرهابية اللي إجوا من بلد الشرق، اثنين البقوي فجروا حالهم، وواحد قطع الطريق لأنه ضاعت القصة، قطع الطريق وفجر حاله جوا عم بيهرب هو. الدولة قبل فترة إجت عطتنا معلومة إنه في إرهابية موجودة هون، ونحن بلشنا بدنا نوزع حالنا على التوزيع، اجى الضربة ما في 10 دقايق بالمعلومة لما بتجينا، هو جميعا ناطريننا. وقد أعلن الجيش الاستنفار التام محذرا المواطنين من التجوال، وباشر تسيير دوريات مكثفة. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا حول تفاصيل التفجيرات الإرهابية التي حصلت في بلدة القاع، فأشارت إلى أنه عند الساعة 10:30 مساء أقدم أحد الانتحاريين الذي كان يستقل دراجة نارية على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجر نفسه بحزام ناسف. تلاه إقدام شخص ثان يستقل دراجة على تفجير نفسه في المكان المذكور، ثم أقدم شخصان على محاولة تفجير نفسيهما، حيث طاردت وحدة من استخبارات الجيش أحدهما ما اضطره إلى تفجير نفسه من دون إصابة أحد.
هذا فيما كان حاول انتحاري آخر تفجير نفسه في أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استهدف من قبل العناصر ما اضطره أيضا إلى تفجير نفسه من دون التسبب بإيذاء أحد. وقد استخدم الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت وحدات الجيش تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البلدة ومحيطها بحثا عن أشخاص مشبوهين. الجزء الأول من مسلسل الإرهاب في بلدة القاع بدأ فجر الاثنين. من منزل آل مقلد هذا، وتحديدا من حديقته الخلفية هذه، كشف أمر الانتحاريين الأربعة. وعند هذه النقطة قام الانتحاري الأول بتفجير نفسه بعد تبادل إطلاق النار، وكانت هذه الطلقة الأولى. وبعد المواجهة الأولى فر الباقون في اتجاهات مختلفة مستهدفين نقاط مختلفة مع فارق زمني، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء و16 جريحا. الله هو دخيله. قام حصل ابني على حركة. مين هيد؟ ردوا عليه تخمين أول خطرة بردوا. قالوا هيدا، قالوا له مخابرات، قالوا له حتى في الجيش. حرقوا دي سلافه دغري عنه. واحد الله يقرفه يا حق قدام بابنا جاي تفجره هول قدام البيت. مش الساعة 4 تقول بيتها كأنه قام وقعد. هذا الدم من ابن ابني يا خي. وديه هو شنو من هون. هذا شادي، هذا اللي بيته فوق، هذا الدم منه. في التفاصيل، أن المواطن شادي مقلد وقبيل السحور لاحظ وجود حركة مشبوهة في حديقة منزله، وعندما حاول معرفة ما يجري لاحظ وجود 4 أشخاص فسألهم عما يفعلون. أجابوه أنهم من استخبارات الجيش، لكنه لم يقتنع فحصل تلاسن بينه وبينهم، انتهى بإطلاق مقلد النار. عندها قام الانتحاري الأول بتفجير نفسه، ومن ثم لحقه 3 الباقون بأوقات متفاوتة، حيث أن الثاني عمد إلى تفجير نفسه بعد وصول دورية للجيش، والثالث بعد وصول فرق الإسعاف، أما الرابع بعد تجمهر المواطنين في المكان. قائد الجيش العماد جون قهوجي تفقد مكان وقوع العملية الإرهابية هذه برفقة عدد من كبار الضباط، واطلع على الإجراءات التي يتخذها الجيش. مصادر أمنية مواكبة لسير التحقيقات أشارت إلى أن الجيش كان لديه معلومات عن إمكانية وقوع عمليات إرهابية، وكان قد اتخذ مسبقا تدابير أمنية في المنطقة. اللواء محمد خير تفقد مكان الانفجار بعد انتهاء الأدلة الجنائية من أعمالها. وقد أشارت مصادر للجديد على أن هناك اجتماع يوم الأربعاء لمجلس الأمن المركزي الفرعي في البقاع. وتشير أيضا مصادر متابعة لأجواء التحقيق أن هوية الانتحاريين الأربعة هم من التابعية السورية. باسل العريضي، قناة الجديد. جرح التفجير الأول نقلوا إلى المستشفيات وبعضهم يصارع بين الحياة والموت. كنت نايم سمعت حركة غريبة، قمت شفت ناس يعني غريبين عن الضيعة. تلاسنت أنا وياهم، كانوا 2، واحد ضل يحكي معي والتاني قفل. حكيت أنا وياه مطولا يعني شي 5 دقايق 10 دقايق، بس آخر شي انزرق ووصل له الوالد انفجر نفسه. استفزيته بالحديث، بيّن إنه إنسان غريب عن الضيعة وولد صغير بالعمر، مش مخابرات جيش أكيد. على أصداء هذه الحكاية استفاق ابن بلدة القاع شادي طلال مقلد الذي واجه الانتحاريين، حكاية كانت فاتحة جريمة إرهابية نتج عنها 5 شهداء و15 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة. 6 جرحى عولجوا وغادروا المستشفيات، وحصيلة الجرح الأخيرة إلي عاد في مستشفى دار الأمل، وشادي مقلد الذي نقل إلى مستشفى الرياق، وحسين خير الدين في غرفة العناية الفائقة في مستشفى العاصي، و4 جرحى في مستشفى البتول، ودينا شحوت في اللبناني الفرنسي، ومروان لويس في مستشفى الجعيتاوي. إجا واحد وقف هيك مقابيل بناتهم، يعني هن 2 وراه وهو قدامهم، ما بعرف شو فتح وطلعت القنبله وطلع ضوء احمر ما عاد طرق من الجو. انا صرت في انفجار رابع، وصلنا على هونيك لقينا الشباب بالارضيع، اجت الصحيه بعد 2 دقيقتين، حملنا الشباب الصحيه، بعد ما مشينا شي 10 متر عن الصحيه نحن طلع انفجار رابع. نصرت على هذا الاثر، سمعت عرفت انا شو صار وراي. سمعنا صوت انفجار انا وعائلتي، طلعنا انا وعائلتي، طلعنا ندخن هوية عن جيراننا. فكرنا شفنا ابن جيراننا عم يستغيث يعني. قلنا لعنده عم يطلع دم، هو قال بيي
روح اشوف ابي قدام البيت. رحت انا وانا عمي استشهد مني بروحي. عدنا نحمل لبرا ما في سياره. ايوه. وانا على الطريق العام نعيط طب نجيبوا سياره جيبوا سياره. ما في حدا، شوي جاي سياره مخابرات من مركزنا بعيد 150 متر عنا. وصلت سياره مخابرات عم نحكي احنا وياهم قبل البيت. شوي طلع انفجار. مروان مطانيوس لويس المصاب بحروق وجروح بالغة نقل إلى مستشفى الجعيتاوي المتخصصة بمعالجة الحروق. ولعائلة لويس حكايتها، فمروان البالغ 41 عاما متطوع في الدفاع المدني، ما دفعه إلى التوجه مباشرة إلى مكان التفجير فأصيب نتيجة التفجير الانتحاري الثاني. شقيق مروان جوزيف لويس الذي كان أيضا في موقع التفجير استشهد من جراء العملية الانتحارية الثالثة، إذ رمى بنفسه على الانتحاري، ما دفع الأخير إلى تفجير نفسه موديا بحياة جوزيف. حاجز الجيش والدرك بعيد عنهم ما في شيء 200 متر، وطلع الأول انفجار وقفت العالم ترجع طلع الثاني ورجع تلت انفجار الرابع حرب بيقولوا لحقوه. حاليا المريض حالته حال الحياتيه يعني مستقره، ما في خطر على حياته حاليا، بس الاصابات البليغه اكثر شيء باجره، في عنده حرقات بكل جسمه. وكما في كل تفجير شهداء احياء يكملون المسيره، وابطال شهداء ماتوا ليحيى الاخرون. ليال سعد، قناه الجديد. بلده القاع تلبس الاسود من جديد. اللي بعدهم يتموا طيبين بالضيعة، روحوا يتموا هالولاد، أخذوا زهرة الله، ما خلوا حدا يرتاح بالضيعة، خلوا العالم قاعدة هون، خلوا لهم الأمن هون، عملنا بنصيبنا، بس رح بعضونا على البقى واللي بعدهم هون. يا عمي ابعثوني صورة، يا عمي جيبلي صورة. أمهات وأهالي الشهداء لم ينسوا بعد مجزرة القاع عام 78، ففي مثل هذا اليوم قبل 38 عاماً استشهد 32 شاباً من أبناء هذه البلدة التي كرر التاريخ نفسه فيها فوقعت المجزرة من جديد. وزير الخارجية جبران باسيل والنائب أنطوان زهرة عزايا الأهالي في كنيسة البلدة الذين يعيشون صدمة خسارة شبابهم. هي قدامناه مذبح الوطن، مش مذبح الأعبد، هي شهيد الوطن كله، مش شهيد الأعبد، لأنه حميوا كتير ناس كان رح تشهدوا بدانه، قدم شهادته بدم بصدمه، بدا عن الضيعة، بدا عن لبنان كله. أبناء بلدة القاع ارتقوا إلى رتبة أبطال بعدما قطعوا الطريق بحياتهم على الانتحاريين. حماة الحدود يعودون إلى قواعدهم. بلدة القاع الحدودية التي هالها فجر اليوم صوت التفجيرات المتتالية لم يستغرب أهلها العمل الإرهابي الذي مس بلدتهم، فهذا العمل ليس الأول الذي تتعرض له القاع بحسب رئيس البلدية. لا، هي استهدفت أول شيء من بالحرب الأهلية 75 و 78 استهدفت من النظام السوري، يعني هلأ من الإرهابيين استهداف، وعمد التاريخ خلال هالاستهدافات هذه كان يسقط لنا شهداء على طول، كله دفاعا عن لبنان وتضحيه من قبل اولاد القاع من اجل لبنان. اهالي المنطقه الحدوديه الذين تولوا زمام المبادره في السابق وشكلوا لجانا شعبيه لحراسه البلده يرون اليوم ان الجيش الوطني بحاجه الى مساعدتهم، وسيعودون الى تاليف اللجان وتسليح اهالي المنطقه لمواجهه الخروق الامنيه. علينا نحن نكون عامل مساعد للجيش، وهذا مش خطيئة انك انت تكون عامل مساعد للقوى الامنية بواجه فكر مثل هذا الفكر اللي عم تشوفه. انا مش شايف انه عيب هذا الموضوع. اما رئيس بلدية القاع فيرفض التعاون مع احزاب المنطقة في هذه اللجان، مؤكدا ان الشرطة البلدية تملك المؤهلات الكافية لاسناد الجيش. كل بيت فيه سلاح، بكل بيوتنا فيه سلاح سابقا قبل الازمة، هذا ويجب على البك. إنما حزب الله وقف حد الناس اللي بدها تحمي ضياعها، وطبيعي مشكور على هذا العمل وهذه البادرة، وما فيني أنا يعني ساوي ما بين اثنين، واحد جاي لطلعني من بيتي وواحد عم يوقف معي ليحمي بيتي. كل الأحزاب بالقاع متوافقة على حماية القاع وعلى مصلحة القاع، وفي بلدية هي رح تقوم بهالواجب هيدا، في جيش لبناني واتكلين عليه رح ننسق معه
وإن الله راد ما رح يقدر لا إرهابي ولا حدا ينال من عزيمتنا هون. على بعد أمتار من حاجز الجمارك اللبنانية، فجر الانتحاريون أحزمتهم بعدما هب أحد المواطنين لمواجهتهم، مسطرا بذلك درسا للأحزاب المتناحرة في كيفية الزود على الأرض والعرض. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسلحين من بلدة القاع يتوسطهم النائب عطوان زهرة بسلاحه الحربي، رافقتها تعليقات: حراس لا ينعس ولا ينام، هذا نحن قوات لبنانية في كل زمان ومكان. أهلا بكم من جديد، ونعود إلى الزميل آدم شمس الدين المتواجد في القاع. آدم، كيف أصبحت أجواء القاع ومحيط التفجيرات في هذا الوقت؟ نعم كلارا، بداية تجدر الإشارة أن الجنازة المزمعة التي كانت من المفترض أن تجري للشهداء الخمسة الذين سقطوا في التفجير الأول الذي وقع في بلدة القاع قد تأجل لأسباب أمنية، حتى أننا علمنا أنه لن يكون هناك أي تقبل للتعازي في باحة الكنيسة في البلدة، وذلك بطلب من الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني، وذلك بعد إجراء القوى الأمنية مسحا شاملا لبلدة القاع تحسبا أو ربما إجراءات احترازية خوفا من إمكانية اختباء انتحاريين آخرين في البلدة، وذلك لتأمين سلامة أهالي بلدة القاع. هذا فيما يتعلق بالجنازة التي كانت من المفترض أن تجري اليوم قبل وقوع التفجير الذي حصل ليلة أمس عند الساعة العاشرة. نشاهد في هذه الأثناء الصور التي تمكننا من التقاطها يوم أمس لأشلاء الانتحاريين ولأماكن حصول التفجيرات الانتحارية، سواء التفجير الذي حصل بالقرب من كنيسة البلدة أو التفجيرات التي حصلت بالقرب من الكنيسة. في هذه الأثناء هناك لا يزال انتشار للقوى الأمنية وأيضا لأهالي البلدة على أسطح المنازل، وذلك جزء من الإجراءات الأمنية المتخذة خوفا وتحسبا من ظهور انتحاريين آخرين، والذين تمكنوا أيضا الأهالي من إصابة اثنين منهما قبل أن يتمكنا من تفجير أنفسهما ليلة أمس. هذه الأجواء في بلدة القاع في هذه الأثناء. التعزيزات الأمنية لا تزال مستمرة في البلدة والطوق الأمني مفروض أيضا، وأيضا هناك علمنا أن هناك مسحا شاملا للبلدة وأيضا مداهمات لعدد من المنازل القريبة، المنازل الموجودة في البلدة وأيضا المحيطة في البلدة. يمكن أن نشاهد في الصور الآن احدى ملالات الفوج المجوقل خلال جولة تحقيقية في البلدة، وتأكيدا على ما كنا نقوله سابقا بان هناك مسحا شاملا في هذه الاثناء لكافة انحاء البلدة، وذلك تحسبا من تكرار نفس السيناريو الذي جرى البارحة بعد ان وقع التفجير الاول انخفاض الإجراءات الأمنية مما أدى إلى حصول التفجيرات الانتحارية التي جرت مساء أمس. هذه هي الأجواء حتى الآن، لا نزال نمنع من الدخول إلى مكان الانفجار. علمنا أيضا أن القوى الأمنية تمكنت أو فجرت 7 قنابل يدوية كان يحملها الانتحاريون ولم يتمكنوا من تفجيرها ليلة أمس. هذا فيما يتعلق بالمستجدات في بلدة القاع، طبعا سنوافيكم بكل جديد فور حصوله، ولكن الأهم أن الجنازة ومراسم التشييع التي كان من المفترض أن تجري اليوم ظهرا قد تأجلت لأسباب أمنية، ولم نعرف حتى الآن متى ستعقد، وطبعا ذلك بناء لطلب القوى الأمنية. نعم. التي ستحدد لاحقا إذا ما كان هناك إمكانية أو ظروف أمنية تسمح بإقامة هذه المراسم. كلارا؟ نعم طبعا، نعود إليك آدم شمس الدين بعد قليل في رسائل أخرى متتالية.
شكرا لك. ونتابع النشرة. رأى الرئيس تمام سلام أن حكومته أضحت أبرز نقاط الضعف في الاستقرار الداخلي، متوقعا الذهاب إلى مزيد من التدهور. وفي حديث للأخبار قال سلام: فيما مضى كان الملف يفتح وبالكاد يغلق كي يفتح من بعده آخر، اليوم تهبط علينا كل الملفات دفعة واحدة ولا يعثر أي منها على طريقي إلى الحل، بل نجد أنفسنا عدنا إلى الصفر في ملف اعتقدنا أننا عالجناه كملف النفايات أخيرا. وأشار سلام إلى أن مجلس الوزراء أصبح بالنسبة له كابوسا، مضيفا: كل جلسة كابوس في ذاته من جراء التعثر والتطويل في المناقشة من باب الترف السياسي وتضييع الوقت، مؤكدا أنه حين يتوصل إلى اللحظة التي تشعره بأن الاستقالة لم تعد تخليا بل واجبا وضرورة، لا يتأخر دقيقة واحدة في تقديمها. هل أحبط مخطط التفجيرات الأربعة في بلدة القاع؟ عكرت التفجيرات الأربعة صباح بلدة القاع البقاعية المحاذية لبلدات سورية تسيطر عليها الدولة الإسلامية في القلمون. فرضيات عدة طرحتها الأجهزة الأمنية بعد وقوع هذه التفجيرات الإرهابية، من بينها أن يكون الهدف هو القاعة نفسها ولكن بتوقيت مختلف، ربما الغاية منه استغلال تجمع السكان لتشييع أحد أبناء البلدة الذي كان مقررا اليوم، غير أن ضبط الشاب شادي مقلد لهم أحبط المخطط، إذ تستغرب المصادر توقيت التفجير الإرهابي الذي وقع فجرا في وقت تخلو فيه شوارع البلدة من الناس. أما الفرضية الثانية فتحدثت عن مخطط لاستهداف باص الجيش الذي ينقل عناصر من القاع إلى مناطق أخرى صباح كل اثنين، لكن هذه الفرضية استبعدت، فتجنيد 4 انتحاريين لاستهداف 7 عسكريين فقط أمر مستهجن. أما الفرضية الثالثة والأكثر ترجيحا فهي أن القاع تشكل ممرا للانتحاريين إلى مناطق البقاع وضاحية بيروت الجنوبية. وذكرت معلومات أمنية أن الإرهابيين الأربعة كانوا في انتظار سيارة تقلهم إلى وجهة غير معروفة، إلا أن اكتشاف أمرهم حال دون وصولهم إلى الهدف المحدد. هل مسيحيو لبنان خارج مخططات الإرهاب والتهجير؟ ضرب الإرهاب منطقة القاع الحدودية ذات الغالبية المسيحية، ومعه علت أصوات تتحدث عن دخول مسيحيي لبنان ضمن قائمة مستهدفي الجماعات الإرهابية بغية تهجيرهم من أرضهم. لا يخفي رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر أن المسيحيين مستهدفون في الشرق الأوسط عموما، لا سيما في سوريا والعراق، لكنه وعند الحديث عن لبنان يرفض التمييز الطائفي ويرد على السؤال بصيغة المواطن اللبناني. في لبنان لا أشعر أنا أن هناك يعني استهداف للمسيحيين بصورة خاصة. المسيحيون في لبنان هم بحمى دولتهم، ولبنان ليس كسوريا والعراق، نحن هنا موجودون، ولا أعتقد أن المسلمين يضمرون شرا للمسيحيين على الإطلاق. ما نتمناه هو أن يقف حمام الدم لا على المسيحيين وحسب، بل على المسلمين وكل الناس. الأبرياء هم أبرياء من كل دين ومن كل وطن. لا ينفي المطران مطر إحجام الشباب المسيحيين عن الانخراط في الوظائف الرسمية وسلوك بعضهم دروب الهجرة، وهو يؤكد من موقعه الكنسي ثقته الكاملة بأهمية العيش المشترك. لا نريد في لبنان أن يحمل المسيحيون دون المسلمين وأن يحمل المسلمون دون المسيحيين. لا نفتش عن حماية خاصة. رسالة للبنانيين جايين للعيادة لأني إن شاء الله بنعيد مع بعضنا، ونؤمن أننا باتحادنا ننقذ وطننا وأكثر من وطن ننقذ الشرق الأوسط برمته. استهداف المسيحيين بعد جريمة القاع من شأنه أن يفتح صفحة نقاش سياسي جديدة قد تغير في مسلمات أطراف تعتقد أنها خارج خريطة الإرهاب. دارين دعبوس، قناة الجديد. أصدر رئيس الوزراء تمام سلام مذكرة أعلن فيها الحداد العام على أرواح شهداء القاع، فتنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات على أن يقف اللبنانيون حيثما وجدوا 5 دقائق في خلال تشييع الشهداء تعبيرا لبنانيا ووطنيا شاملا وتضامنا مع عائلة الشهداء والجرحى.
تسابق السياسيون إلى مسرح الجريمة لإطلاق مواقفهم المكررة بعد كل حادث من نوعه. نحن مستهدفين بهذه الجريمة من قبل داعش والجماعات الإرهابية. نحن سنقاتل الإرهاب وسنقاتل في صفوف المقاومة. نعم، المستهدف الجيش اللبناني، المستهدف المقاومة، المستهدف الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني. أوقفت مقاومة حزب الله اندفاعت التكفيريين من أن يحتلوا المزيد من الأرض، بل منعت هؤلاء من أن يقيموا إماراتهم المتنقلة في الشمال والبقاع. ولأن القاع بلدة ذات أغلبية مسيحية، فقد تهافت ممثلو هذه الأحزاب إلى موقع التفجير، فيما أعلن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من نيويورك وجوب التضامن لمواجهة ما يحاك للبنان من مخططات إرهابية، وناشد المسؤولين الوقوف بضمير حي أمام واجباتهم الوطنية لتجنيب لبنان مزيدا من الويلات. منا جايين نحمل مسؤوليات أكثر ما نقول أنه لازم نعمل أكثر، لأنه فينا نعمل أكثر، لأنه حكومتنا فيها تعمل أكثر، لأنه أجهزتنا فيها تعمل أكثر، لأنه نحن فينا نعمل أكثر، لأنه بلدياتنا فيها تعمل أكثر. شعبنا بده شوية وقفة معه وقادر يعمل أكثر، لأنه هو اللي عم يدافع، هو بالآخر على اللي عم بيصمد. في إلنا جولة شاملة على كل القيادات السياسية والأمنية لنأمن عبرهم ومعهم تنظيف مشاريع القاع وإعادة كل أطراف القاع إلى أهل القاع. ما حدا يفكر أنه لا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالتفجير ممكن نغير خياراتنا ونتخلى عن خيارنا الأساسي اللي هو الدولة اللبنانية ومسؤوليتها. الرئيس سعد الحريري أكد من ناحيته أن لبنان لا يمكن أن يتحمل تبعات الحرب الجارية في سوريا، وأن أي خطة لمكافحة الإرهاب تبدأ من الداخل اللبناني وبواسطة المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش المعني حصرا بإعداد الخطط وتحصين الحدود وحماية المواطنين. أما السفارة الأمريكية فأصدرت بيانا لفتت فيه إلى أن أمريكا تقف إلى جانب لبنان مشددة على دعمها والتزامها المستمر للجيش والمؤسسات الأمريكية في النضال المشترك ضد الإرهاب. كذلك أكدت السفارة البريطانية التزام لندن دعم الجيش والقوات المسلحة لحماية لبنان واستقراره، مشيرة إلى أن من أولوياتها أفواج الحدود البرية على طول الحدود. بري يساهم في عودة إرسلان إلى لبنان والحريري يغار من نصر الله. هزت أصداء التفجيرات الإرهابية التي ضربت منطقة القاع أعمدة دار خلده، عمل استنكره أمير الدار رافضاً الأصوات التي تنادي بتدخل القوات الدولية لضبط الحدود. سياسة الأمم المتحدة بطلت سياسة مستقلة على الإطلاق، وما إلى حل، ونحن كلامنا واضح وصريح، إلا تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري على مقلب الحدود لحماية الحدود اللبنانية السورية. ورد أرسلان على الرئيس سعد الحريري الذي قال إن فريق 8 من آذار مرتهن لإيران وإنه شريك في قتل الأبرياء. أنا بتمنى على الشيخ سعد إنه يخرج حاله من موقع ردة الفعل، لأنه صارت مبينة واضحة كل ما يحكي السيد حسن بإطلالة أسبوعية أو كل فترة، مثل أكنه دغري الشيخ سعد بيتحمس ليرد. أنا بستغرب اللي بده يعطينا دروس بمسألة المقاطعة مع إيران، خليه يتحرر بالأول هو من ارتهانه لإسرائيل وللغرب. صداقة الوزير أرسلان للرئيس السوري بشار الأسد وموقفه المساند للمقاومة وحزب الله منعاه من دخول الأراضي الأمريكية أو العبور في أجوائها، ما دفع الرئيس بري إلى التدخل وحل الموضوع. إذا خطأ إداري كما قال لي بسيطة مرقت، وإذا قصة بالسياسي لن أتواطأ على لبنان، لن أتواطأ على المقاومة. اليوم الرئيس بري هو اللي ساهم بدخولك لأمريكا وحضورك لتخرج ابنك؟ لا، دخلت عادي، الخروج هو العادي. أرسلان الذي يطمح إلى العدالة في التمثيل من خلال القانون النسبي رأى أن القانون المختلط أشبه بجراحة تجميلية لقانون 60. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد الفاصل تطويق حدود داعش.
أهلا من جديد. بدأ العد العكسي لمعركة دير الزور في خطوة لإنهاء وجود تنظيم داعش في معقله الأساسي، ومن ثم إسقاط الحلم الداعشي بدولة الخلافة الإسلامية. في عام 41 أدركت قوات الحلفاء أن مفتاح الانتصار على ألمانيا النازية في سوريا هو دير الزور، فحشدت لها وانتصرت فيها لتقطع بذلك خطوط الإمداد على حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع ألمانيا. ومن دير الزور شقت هذه القوات طريقها إلى الرقة وجرابلس والمناطق المحيطة، ويوم ذاك سجل أول انتصار للحلفاء على ألمانيا في سوريا. اليوم اختلفت الوجوه لكن الخطة واحدة، فها هو الجيش السوري وحزب الله يعدان العدة لمعركة دير الزور لإنهاء وجود تنظيم داعش في معقله الأساسي. وعلى المقلب الآخر يستعد الجيش العراقي الذي تقدم في محافظة الأنبار لعملية موازية من الجهة العراقية تقبض على عنق داعش كالكماشة. الهدف من معركة دير الزور سيطرة القوات العراقية على المنطقة الممتدة من الرمادي قرب نهر دجلة حتى الحدود السورية العراقية شرق دير الزور. في المقابل يتقدم حزب الله من محافظة تدمر إلى الشمال الشرقي وصولا إلى دير الزور للسيطرة على المناطق التي تحيط بنهر دجلة، ثم يبدأ الفريقان الزحف نحو الشمال لاستعادة الحدود العراقية السورية كلها، ما يعني فصل الموصل عن الرقة وتحريرها من يد داعش وصولا إلى كسر حدود الخلافة الإسلامية، إضافة إلى ربط طريق العراق عبر معبر التنف العراقي الأردني بطريق دير الزور الرقة، ما يسمح مباشرة بحماية طريق العراق سوريا ولبنان. وفي موازاة الإعداد لمعركة دير الزور تستمر قوات سوريا الديمقراطية أو ما بات يعرف بقسد في معاركها للسيطرة على منبج في ريف حلب الشمالي، ولهذه المدينة أهمية استراتيجية إلى جانب الباب وجرابلس الحدودية مع تركيا، والسيطرة عليها يقطع خط الإمداد الرئيس للتنظيم بين الرقة والحدود التركية. استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإليزي في باريس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث الجانبان في تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى الملفات الإقليمية في ظل تطابق المواقف والرؤى السياسية بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للبحث في التعاون الثنائي في إطار رؤية المملكة 2030. وسيلتقي أيضا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان وعددا من القيادات في القطاعين العام والخاص. قنابل عنقودية وفوسفورية في حلب تعيد إلى أذهاننا العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، لكن أحد السوريين وجد فيها حاجته. عندما تشاهد قنابل عنقودية تتساقط من السماء مشتعلة على هذا النحو، فأول ما يخطر في ذهنك العدوان الإسرائيلي على لبنان أو على غزة. إنه الفوسفور الحارق يعود إلى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة في سوريا. هذه هي إحدى الغارات الجوية التي استهدفت هذا المكان قبل قليل بالصواريخ الفوسفورية من قبل الطائرات الحربية الروسية. منذ أيام تتوالى معلومات مكثفة عن قصف روسي بهذا النوع من القنابل المحرمة دوليا على مناطق في حلب، ويبث ناشطون أشرطة مصورة تظهر لحظات القصف. الله أكبر، تنفيذ الطيران الحربي بالقنابل الفوسفورية على مدينة حلب. وعلى جري العادة يبرع السوريون في تحويل مأساتهم إلى فرصة، إذ وجد أحد سكان مدينة عندان في ريف حلب بهذه القنبلة وسيلة لطهو طعامه غير مكترث للمواد الخطرة التي قد تنبعث منها. ما عندنا غاز، قطعنا من الغاز، بدنا نقلي البيضات على القنابل اللي بعدهم. ممثلون عن المعارضة السورية طالبوا الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مزاعم استخدام روسيا أسلحة حارقة وقنابل عنقودية. وكعادتها عبرت الأمم المتحدة عن قلقها، لكنها قالت إنها لم يتسنى لها التحقق من صحة الأمر. أما موسكو فقد نفت مرارا استخدام هذه الأسلحة.
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سود 24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا. وأضاف ديمتري بيسكوف الناطق الإعلامي باسم الرئيس الروسي أن أردوغان أعرب في رسالته عن استعداد أنقرة لإعادة تطبيع العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي قد تلقى رسالة من الرئيس التركي يعرب فيها عن اهتمامه بتسوية الوضع المتعلق بتدمير الطائرة الحربية الروسية، وشدد على استعداد أنقرة لبذل كل ما في وسعها من أجل استعادة علاقات الصداقة التقليدية بين تركيا وروسيا وتقديم الرد المشترك على الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب. الموقع الإلكتروني للكرملين نشر مقتطفات من رسالة أردوغان إلى بوتين جاء فيها إن روسيا تعد صديقا وشريكا استراتيجيا لتركيا، وأن السلطات التركية لا تريد إلحاق أي ضرر بالعلاقات مع موسكو. وكتب أردوغان في رسالته: لم تكن لدينا يوما رغبة أو نية مسبقة لإسقاط طائرة تابعة للاتحاد الروسي، مذكرا في رسالته أن السلطات التركية تحقق مع مواطن تركي يرتبط اسمه بحادث مقتل الطيار الروسي. أكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع تركيا خطوة مهمة ستكون لها آثار هائلة على اقتصاد إسرائيل، مشيرا إلى أن الحصار سيستمر على غزة بعد الاتفاق مع تركيا. وقال في تصريح له من روما أن الاتفاق مع أنقرة سيسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا. رئيس مجلس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن من جهته أن توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتبادل السفراء سيجري اليوم، لافتا إلى أنه سيحال إلى البرلمان التركي في غضون 3 أيام. وقد توصلت إسرائيل وتركيا إلى اتفاق على بنود المصالحة وإعادة تطبيع العلاقات بينهما، وسيعلن بشكل رسمي اليوم من روما. وفي إطار الاتفاق ستعوض إسرائيل على عائلات القتلى الأتراك الذين سقطوا بنيران إسرائيلية هاجمت أسطول الحرية عام 2010 بمبلغ 21 مليون دولار. وبموجب بالاتفاق ستتوسط تركيا بين إسرائيل وحركة حماس من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومن بينهم جثتا جنديين قتلا في عدوان صيف 2014. وبموجب الاتفاق ستسلم تركيا مساعدات إنسانية لغزة، وأولى شحنة منها سترسل إلى القطاع يوم الجمعة. ميسي يعتزل كرة القدم على المستوى العالمي بعد خسارته للمرة الرابعة في مباريات النهائيات مع منتخب بلاده. وكأن كرة القدم انتهت أمس بالنسبة إلى متابعي أكثر الألعاب الرياضية شعبية في العالم، فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز 5 كرات ذهبية قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي. قراري اتخذته هذا نهائي، أمر محزن كثيراً أن يحدث مجدداً. لعبنا 4 مباريات نهائية، حاولت وكنت آمل التتويج لكنني لم أستطع، لذا أعتقد أن الأمر انتهى. إعلان ميسي جاء بعدما أضاع ركلة الترجيح التي ساهمت في خسارة الأرجنتين أمام تشيلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في نهائي كأس كوبا أمريكا. وقد شكل قرار ميسي صدمة لزملائه في المنتخب وبين أوساط متابعي كرة القدم في العالم. قلة هم من توقعوا أن يعتزل ميسي اللعب دوليا بهذه السرعة، إلا أن الضغط المعنوي عليه بعد تحميله سبب خسارة منتخبه قد يكون الدافع إلى ذلك، خصوصا بعدما هاجمه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا حين قال إن ميسي لا يملك صفات قائد المنتخب. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار. وفي عناوينها: القاع في مواجهة أشرس حرب انغماسية تتحدى كل لبنان. ننتقل إلى السفير، وفيها: الدواعش يحاولون استرهان القاع بالانتحاريين والقنابل، استنفار عسكري وأهلي وحداد وطني اليوم. وأيضا في السفير: تركيا وإسرائيل مصالحة استراتيجية، وغزة بند ضائع. ننتقل إلى الأخبار: القاع تسابق حلب، اعترافات رجال داعش، هكذا نعد لجحيم لبنان.
وأيضا إذا ننتقل من الأخبار إلى الأنوار. في الأنوار، القاع تودع اليوم الشهداء 5 ضحايا عملية تفجير الانتحارية. القاع تتعرض ليلا لأربع تفجيرات انتحارية بعد الاعتداءات الإرهابية فجرا. ننتقل إلى الديار، خطة البرابرة اجتياح القاع من مشاريع القاع اليوم الدموي الطويل، 5 شهداء و28 جريح، سيطرت الجيش على الوضع أحبطت خطة داعش. هل تضع أحداث أمس الخصومة في خندق واحد؟ ننتقل إلى المستقبل، مرجع عسكري للمستقبل، لدينا خيوط نتبعها والجيش مستهدف، يوم إرهابي طويل في القاع والنار السورية تتمدد. في البناء، بن سلمان لوساطة أولاند مع إيران، أم لرشوة تعطيل التفاهمات مع ظريف؟ أردوغان يستعجل نهاية السلطنة العثمانية بعد سقوط الإمبراطورية الأوروبية. تفجيرات التهجير للقاع تكشف مأزق داعش وجعجع وتطلق استنفارا وطنيا. اللواء، وفي أبرز عناوينها، الإرهاب يضرب القاع والنار السورية تهدد الاستقرار، الأمن يطغى على الجلسة المالية اليوم ووسط حداد وطني ومنع تجول النازحين السوريين ليلا. ننتقل من اللواء إلى صحيفة الجمهورية، وفي عنوان الجمهورية اليوم، القاع مقبرة الإرهابيين، الرواية الكاملة. ننتقل من الجمهورية إلى الحياة. محمد بن سلمان وأولاند يبحثان تفاصيل رؤية المملكة 2030. الجيش يحبط مخطط فتنة لاستهداف مصلين في ليلة القدر. بريطانيا تبحث في بروكسل اليوم عن مدخل جديد للسوق الأوروبية. مؤشر بورصة لندن دون 6000 نقطة. ونختم مع الشرق الأوسط، وفي أبرز عناوينها، مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، مباحثات ولي العهد مع أوباما ستعمق العلاقات ونتطلع لنتائج زيارته إلى فرنسا. محمد بن سلمان في الإليزي وباريس تدعم رؤية 2030. قوات الشرعية على مشارف صنعاء وفرار 30 ضابط موالي لصالح. والآن نذكركم بأبرز عناوين النشرة. تفجيرات انتحارية جديدة في القاع. وصلنا انتحاري تكفيري قبل ما يوصل، واحد من بعيد فجر حاله. لا شهداء في تفجيرات الليل، والجرحى يروون ما حصل. قيس مارياس رفوع بدرج، اجى من ورا الدرج حامل شنطة على ظهره وركض صوبنا. لكل تفجير إرهابيوه وأبطاله. لك يا روحة، لك يا أمة، لك يا مجد ألف يا أمة، لك يا سيمان، لك يبلي صورة لشوفة، لك يا حبيبة. مخطط الانتحاريين الأربعة، القاع البداية والنهاية. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الصباحية من قناة الجديد، شكرا لحسن المتابعة، وطبعا سنكون بنقل مباشر من القاع مع زميل آدم شمس الدين في هذا النهار. إلى اللقاء.